أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بأن قسم الأشعة بمجمع السلمانية الطبي أنجز 6088 فحصا خلال شهر أبريل الماضي. وأشاد الرئيس التنفيذي بجهود كافة الكوادر الصحية بمجمع السلمانية الطبي والتي ساهمت بإخلاصها وعملها الجاد في خدمة عدد أكبر من المرضى وتقليص قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن العمل مستمر لإعادة جدولة المواعيد وفق المنهجية المقررة.